مرحبا، معكم خالد الأحمد. إجاني أسئلة على الفيسبوك، سألت أنا إيش عندكم أسئلة على السوشيال ميديا، فإجاني أسئلة كتير. واحدة منهم كان لأين يتجه مستقبل الفيديو في الفيسبوك. فبنتكلم شوية عن الفيسبوك والفيديو، خاصية الفيديو فيه. هلا الفيسبوك تقريبا فيه 1.44 مليار، وهذا يعتبر من أكبر دول العالم من حيث عدد المستخدمين، أكبر من الصين، أكبر من الهند. الفيسبوك تقريبا دخله ب 73% بيجي من الترويج عبر الموبايل. ايش في عندنا كمان نقط؟ هلا الفيسبوك عم بيشتغل على الفيديو لانه هذا هو الشغله الجديده. ففي صار مثلا كل بوست بتحطه الصفحه على صفحتها على الفيسبوك، كل براند بحطه على صفحته على الفيسبوك، الوصول للمعجبين له نسبه معينه حسب نوع البوست. فالبوستات العادية بتوصل تقريبا ل 1%، فالفيسبوك حكى نحن بدنا نزيد البوستات اللي فيها فيديوهات الفيسبوك، فزادوا نسبة الوصول من 1% إلى تقريبا من 8 إلى 9%. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه الفيسبوك دائما بيجدد بخاصية الفيديو عندهم. في مثلا هلا الأسبوع هذا صار إنه ممكن واحد يكبس كبسة فبيقدر يشاهد الفيديو في وقت لاحق. الفيديو بالفيسبوك بدأ انه جماعة الفيسبوك عم بيطلعوا بشغلات جديدة كتير، وشغلة اسمها اوتو بلاي، هو التشغيل التلقائي. والحركة الحلوة اللي حطوها عشان ما يزعج المستخدمين انه سووه بدون صوت، فهاي لاقت نجاح كبير جدا بالفيسبوك. هناك تقريبا 4 مليارات مشاهدة يومية لفيديوهات الفيسبوك. كمان في شغلة مهمة جدا، دخل الترويج على التلفاز 70 مليار، وهذا كله عم بنتقل للمنصات الرقمية. ففيسبوك حابين انه ياخذوا قطعة كبيرة من الدخل هذا. في عندهم منافسين، فعلا اكبر منافس اللي هو اليوتيوب، بعدين في عندك السناب شات، وعندك كمان التويتر. هلا السؤال الاخير، قبل السؤال الاخير، في شغله اللي هي كيف انه راح يصير الترويج على الفيديوهات تبعت الفيسبوك. في صارت شركات هلا بالنسبه لها، مثلا في شراكه بين الفيسبوك والان اف ال اللي هي كره القدم الامريكيه، لما ينزلوا فيديوهات اخر الفيديو بيكون في دعايه لهم ترويجيه. برضو فيسبوك عم بروح بيسوي شراكات مع صناع المحتوى بشكل الفيديو، وعم بيسوي لهم براندد كونتنت، محتوى شوي براندد. اخر سؤال اللي هو هل سيفوز الفيسبوك او اليوتيوب؟ انا بحكي انه في متسع لاثنيناتهم، ممكن ثلاثه واربعه وخمسه انه يكون موجودين، بحيث انه كلهم ضلوا عايشين، مش الا واحد يعيش والثاني يموت. اليوتيوب فعلا هو بنتمي لشركة جوجل، فجوجل من جوجل سيرش، فاليوتيوب تقدر تروح تسوي بحثهم بيمتازوا بكلمة البحث، فأنت ممكن تبحث عن أي موضوع بتلاقي الفيديو. ولكن الفيسبوك، فيديوهات الفيسبوك هي عندها خاصية الاكتشاف، فأنت بتكون عم بتطلع على خطك الزمني، عم بتحكي أو تكتب تعليق على بعض البوستات، وفجأة بيجيك فيديو أنت ما كنت متوقعه وبتحضره، فهذا هو عبارة عن اكتشاف. هاي هي الفرق بين فيديوهات الفيسبوك وفيديوهات اليوتيوب. شكراً.